الأستاذ عماد الدين المنتصر الناشط الحقوقي. ورحب بك بداية سيد عماد الدين. مرحبا بك وبكل المشاهدين. أهلا بك أستاذ عماد الدين. بعد هذا التغير أو ابتداء، ما دلالة هذا التغيير الملحوظ من قبل المجتمع الدولي حول الملف الليبي؟ أعتقد الدلالة واضحة جدا، أن المجتمع الدولي يحترم الطرف المؤثر، الطرف الذي يحقق إنجازات على الأرض. المجتمع الدولي يحترم الطرف الذي فعلا يستطيع أن يفوز في هذه المعركة. نلاحظ أن هذه التغييرات المهمة والتي بدأت منذ أسابيع كانت متزامنة مع تحقيقنا لانتصارات على الأرض في عدة مدن في غرب ليبيا، وكذلك انتصار قاعدة الوطية، وكذلك التقدم نحو جبهة ترهون. هذه التغييرات هي التي أجبرت المجتمع الدولي على إعادة النظر في موقفه من الأطراف الحرب في ليبيا، وكلما استطعنا أن نحقق إنجازات أكثر كلما سنجد المجتمع الدولي متجاوبا معنا أكثر. نلاحظ أنه عندما زادت سفريات المسؤولين الليبيين، كانت هناك سفريات أسبوعية، لقاءات، اجتماعات في مختلف عواصم العالم، كل نتائج هذه الاجتماعات هي الدعوة للحوار والجلوس مع خليفة حفتر وتقاسم السلطة. الآن هناك تغير في الموقف الدولي لأنهم طيب، هل هذا التغيير سوف لو تسمح لي أستاذ عماد، هل هذا التغيير سوف يفضي إلى ردع حتى بعض الدول الداعمة لحفتر في ليبيا؟ الدول الداعمة لحفتر راهنت على هذا المجرم، وهي سترفض وستمنع أي محاولة لإرساء الاستقرار والسلام والديمقراطية في ليبيا. هذه الدول عدوة لنا ولن تغير من موقفها حتى تنال منا البأس. ليس هناك مجال. طيب، ما النتائج إذن المرجوة من التغير من قبل المجتمع الدولي؟ ولكن الدول المحايدة، الدول التي تترقب وتنظر مع أي طرف تلتزم، الدول التي انطلت عليها أكذوبة محاربة الإرهاب وأصبحت الآن ترى الحقيقة، هذه هي الدول التي نرجو منها موقفا إيجابيا تجاه هذه القضية العادلة. أما أن نراهن على الدول التي أمعنت في التقتيل وفي التشريد وفي التدمير وننتظر منهم أن يغيروا من موقفهم، هذا مضيعة للوقت. هؤلاء أعلنوا علينا الحرب، وليس بيننا وبينهم إلا هذه الحرب التي أعلنوا هم عنها. طيب سيد عماد، سألتك إن لم يكن هؤلاء المجتمع الدولي غير قادر على ردع هؤلاء الدول التي تدعم حفتر، وهي هذه الدول لن ترتدع عن دعم حفتر، برأيك ما النتائج التي سيفضي لها هذا التغيير من قبل المجتمع الدولي حول الملف الليبي؟ من أول النتائج الإيجابية التي نرجوها هي سحب البساط الدبلوماسي من تحت خليفة حفتر، هذا المجرم الذي يتنقل بين هذه العاصمة وتلك العاصمة، يقابل هذا الرئيس وذاك الرئيس. هذا سينتهي عندما تتغير الأوضاع على الأرض، سيصبح منبوذ غير مرغوب فيه، وهذا سيعطي دلالة كبيرة وستكون له نتائج كبيرة عندما ينتهي الدور السياسي الدبلوماسي، ويصبح ينظر إلى خليفة حفتر ليس كرجل دولة، لأنه ليس كذلك، بل كمجرم حرب. فهذه أول النتائج الإيجابية، سحب هذا البساط الدبلوماسي. كذلك سنقترب عندما تتجاوب هذه الدول وتتفهم الحقيقة وترى أن هذا الطرف الذي هو على الحق كذلك يستطيع أن يحقق النصر.
عندها سنرى تجاوب أكبر في الملف الحقوقي، ستصدر أوامر الاعتقال سواء من المحكمة الجنائية الدولية أو من الدول الأوروبية الأخرى التي تعترف بالولاية العالمية وترى أن لها حق في ملاحقة مجرمي الحرب. سيكون هناك تفاعل، سيكون هناك نتائج، ستكون هناك نتائج إيجابية كذلك في الملف الحقوقي. سيخف الضغط كذلك على حكومة الوفاق أن تجلس مع هذا الطرف المجرم وتتفق معه على حكومة مشتركة. عندما تسحب هذه الدول دعمها عن خليفة حفتر أو على الأقل دعمها لموضوع الحكومة المشتركة، هذا سيكون في صالحنا ولن يكون هناك حكومة بإذن الله يشترك فيها خليفة حفتر أو من هم حوالين خليفة حفتر.